مؤمن من نجوم التسعينات بعد عن الوسط الفني أكتر من 17 سنة، ورغم كده كان حاضر معانا بأعماله، بالأخص تترات المسلسلات واللي أشهرهم تتر أرابيسكو والوتد. كنا أول ما نسمعهم نعرف على طول إن ده صوت الفنان الكبير حسن فؤاد. بص يا حسن، أنا رميتك في البحر يا حبيبي وإنت عوم بقى براحتك. 17 سنة اختفاء هزوني جدا، ما أضحكش عليكي. ليه نجوم التسعينات تحديدا اختفوا؟ قلت له ده محدش يغني زي غير أم كلثوم بس. قال لي أنا خايف أقول كده يقولوا راجل اتجنن. أنا دايما بقول إنه محدش ضيع المزيكا في مصر دلوقتي غير الفن الشعبي. المطرب حسن فؤاد كان نفسه يحقق إيه ولسه ما حققهوش؟ نفسي أتبنى مشروع للأطفال. وقفل بقى يا سمسم، وقفل بقى يا سمسم، يا نونو يا مسمسم، بكرة الأمل يرسم.